السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم يا من تعلم ما تكن الصدور، يا الله يا من اسمه العزيز الغفور، يا الله نسألك اللهم بحق الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور أن تلطف بنا يا الله في كل أمر مقدور، يا الله يا عزيز يا غفور، يا الله يا من إليه تصير الأمور، يا الله يا لطيف ألطف بنا، يا لطيف ألطف بنا، يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادر. يا ذا الجلال والإكرام ألطف بنا في جميع أمورنا كلها. اللهم كما لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بخلق الأجنة في بطون أمهاتها، اللهم الطف بعبادك المستغفرين في قضائك وقدرك. اللهم اجعل في قضائك وقدرك لطفا يليق بجلالك وكرمك، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. يا الله تداركنا بلطفك الخفي، يا الله تداركنا بلطفك الظاهر، يا الله اللهم ارضنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر. سبحانك سبحانك بيدك الأمر كله. اللهم إنا ببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون. نسألك اللهم أن ترزقنا أنفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. نسألك اللهم أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا إلهنا يا ربنا يا خالقنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا، نسألك العفو والعافية والغنى عن الناس، يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. اللهم إننا ضيوفك وأنت أكرم الأكرمين، فبلغنا كل ما نريد فليس ذلك عليك بعزيز، يا ذا الجلال والإكرام. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم كل من كان منا مريضا فشافه وعافه وداويه بدوائك. اللهم شافنا بشفائك، اللهم داونا بدوائك، اللهم عالجنا بعلاجك، اللهم قونا بقوتك، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، يا رحمن اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، يا غني يا وهاب ارزق كل واحد منا ما يحتاج إليه من خيري الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اصرف عنا الحرام
وقنعنا بما رزقتنا وارزقنا الرضا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين كل زوج وزوجة، اللهم ألف بين كل زوج وزوجة، اللهم ألف بين القلوب واصلح ذات النفوس، اللهم وطهر الخواطر من الكبرياء والعناد والنفاق والشقاق وحدة الطباع. اللهم أطفئ الغضب، اللهم أطفئ الغضب في قلوب الأزواج والزوجات واجعلهم على المودة والرحمة والألفة. اللهم وأصلح الأبناء والبنات، اللهم احفظهم بالسبع المتان والقرآن العظيم، اللهم أنبتهم جميعا نباتا حسنا، اللهم احفظهم من أصدقاء السوء ومن الأفات ومن التدخين والانحراف، اللهم احفظهم بما حفظت به القرآن العظيم. اللهم كل من كان يحتاج إلى الذرية والإنجاب، اللهم ارزقهم الأولاد والبنات في العاجل القريب، اللهم ارزقهم ذرية طيبة مباركة، اللهم أسعد قلوبهم. اللهم كل من كان عندها مانع عن الزواج، اللهم يا رب ارفع عنهم الموانع وارزقهم القبول وافتح لهم أبواب الفرج. اللهم كل من كان عنده مانع عن العمل، اللهم يا رب وفقهم للعمل الصالح. اللهم هذه الحكومة المغربية، اللهم عجل لنا بالفرج، عجل لها بالفرج. اللهم يا ربي وحد صفوف هؤلاء الرجال الذين انتدبتهم للقيام بمصالح عبادك، اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه وعجل لنا ولهم بالفرج. اللهم احفظ هذا البلد، اللهم بلدنا المغرب احفظه بما حفظت به القرآن العظيم. اللهم احفظ بلدنا، ارزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام والرخاء والازدهار. اللهم احفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم وفقه في مساعيه ورده إلى أسرته الصغيرة والكبيرة بصحة وعافية جيدة وبنصر وفتح عظيم. اللهم ووحد صفوف المسلمين أجمعين، اللهم ألف بين قلوب الأمة الإسلامية جمعاء وأعدها إلى سالف عزها. اللهم كل من عنده حاجة في قلبه وضميره أنت أعلم بها يا رب في هذه الليلة، عجل بالفرج. ندعوك اللهم بحق اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تعجل لكل عبادك المؤمنين حاجاتهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، عجل لنا جميعا بالفرج. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا من تعلم ما تكن الصدور، يا الله، يا من اسمه العزيز الغفور، يا الله، نسألك اللهم بحق الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، أن تلطف بنا يا الله في كل أمر مقدور، يا الله، يا عزيز يا غفور، يا الله، يا من إليه تصير الأمور، يا الله، يا لطيف ألطف بنا، يا لطيف ألطف بنا، يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادر. يا ذا الجلال والإكرام ألطف بنا في جميع أمورنا كلها. اللهم كما لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بخلق الأجنة في بطون أمهاتها، اللهم ألطف بعبادك المستغفرين في قضائك وقدرك. اللهم اجعل في قضائك وقدرك لطفا يليق بجلالك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين، يا الله، تداركنا بلطفك الخفي، يا الله، تداركنا بلطفك الظاهر، يا الله. اللهم ارضنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر. سبحانك سبحانك بيدك الأمر كله. اللهم
إنا ببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون. نسألك اللهم أن ترزقنا أنفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. نسألك اللهم أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا إلهنا يا ربنا يا خالقنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا، نسألك العفو والعافية والغنى عن الناس يا ذا الجلال والإكرام. يا رحمن يا رحيم، اللهم إننا ضيوفك وأنت أكرم الأكرمين، فبلغنا كل ما نريد فليس ذلك عليك بعزيز. يا ذا الجلال والإكرام، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم كل من كان منا مريضا فشافه وعافه وداويه بدوائك. اللهم شافنا بشفائك، اللهم داونا بدوائك، اللهم عالجنا بعلاجك، اللهم قونا بقوتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك يا رحمن، اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا وهاب. ارزق كل واحد منا ما يحتاج إليه من خيري الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم، اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اصرف عنا الحرام وقنعنا بما رزقتنا وارزقنا الرضا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين كل زوج وزوجة، اللهم ألف بين كل زوج وزوجة، اللهم ألف بين القلوب واصلح ذات النفوس. اللهم وطهر الخواطر من الكبرياء والعناد والنفاق والشقاق وحدة الطباع. اللهم أطفئ الغضب، اللهم أطفئ الغضب في قلوب الأزواج والزوجات واجعلهم على المودة والرحمة والألفة. اللهم وأصلح الأبناء والبنات، اللهم احفظهم بالسبع المتاني والقرآن العظيم، اللهم أنبتهم جميعا نباتا حسنا. اللهم احفظهم من أصدقاء السوء ومن الأفات ومن التدخين والانحراف. اللهم احفظهم بما حفظت به القرآن العظيم. اللهم كل من كان يحتاج إلى الذرية والإنجاب، اللهم ارزقهم الأولاد والبنات في العاجل القريب. اللهم ارزقهم ذرية طيبة مباركة. اللهم أسعد قلوبهم. اللهم كل من كان عندها مانع عن الزواج، اللهم يا رب ارفع عنهم الموانع وارزقهم القبول وافتح لهم أبواب الفرج. اللهم كل من كان عنده مانع عن العمل، اللهم يا رب وفقهم للعمل الصالح. اللهم هذه الحكومة المغربية، اللهم عجل لنا بالفرج، عجل لها بالفرج. اللهم يا ربي وحد صفوف هؤلاء الرجال الذين انتدبتهم للقيام بمصالح عبادك. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه وعجل لنا ولهم بالفرج. اللهم احفظ هذا البلد، اللهم بلدنا المغرب احفظه بما حفظت به القرآن العظيم. اللهم احفظ بلدنا، ارزقنا الأمن والأمان والسلم والسلام والرخاء والازدهار. اللهم احفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم وفقه في مساعيه ورده إلى أسرته الصغيرة والكبيرة بصحة وعافية جيدة وبنصر وفتح عظيم. اللهم ووحد صفوف المسلمين أجمعين. اللهم ألف بين قلوب الأمة الإسلامية جمعاء وأعدها إلى سالف عزها. اللهم كل من عنده حاجة في قلبه وضميره أنت أعلم بها يا رب في هذه الليلة عجل بالفرج. ندعوك اللهم بحق اسمك الأعظم
الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تعجل لكل عبادك المؤمنين حاجاتهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، عجل لنا جميعا بالفرج. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله. ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.